نخرج قوي عن موضوع المناخ، لان اللي احنا نتكلم فيه هو اعاده تدوير الملابس دلوقتي. والنهارده اليوم العالمي للملابس المستعمله، او اللي كانت قبل كده حد بيلبسها وممكن يكون بيتبرع بيها، او ممكن يكون في ناس بتبيعها. الكلام ده كله، هل انت مع ان انت تلبس ملابس مستعمله او لا؟ هنستنى تليفوناتكم وتقولوا لنا كده تجاربكم عن الموضوع ايه، لان احنا برضو عندنا هنا في مصر في اسواق كبيره جدا بيكون فيها ملابس مستعملة وعليها برضو إقبال كبير جدا. فعايزين بقى نستنى تليفوناتكم ونشوف كده انتوا بتلبسوا ملابس مستعملة ولا لا. يمكن هو الموضوع ده منتشر برضو يا جماعة في أمريكا، يمكن يكون ده بقاله سنين، يمكن هم يعني اخترعوا الموضوع ده علشان يقدروا ان يخلوا كل الناس يكونوا يمتلكوا لبس او عندهم مقدرة ان هم يشتروا، مش لازم يكون بمبلغ كبير. وفي الاول او في الاخر بتكون الهدوم نظيفة جدا وموجودة في محلات محترمة، وفي الأول أو في الآخر إن الهدف منها إن أي حد معاه فلوس قليلة إن هو يقدر يلبس، وبيلاقوا فيها حاجات بتبقى قيمة أو كانت قيمة، ومش شرط تكون مستعملة، في حاجات بتفضل لسه بالتيكت بتاعها وبالسيفتي بتاعها اللي هو أصلا كان شاري بيه، لأن في الأول أو في الآخر الشخص قال لك أنا مش محتاجه، فممكن يروح يبيعه لبعض المحلات. طبعا احنا بنتكلم هنا على امريكا لان الموضوع بدا من عندهم من يعني عشرات دلوقتي السنين. دلوقتي بدات تظهر برضو في مصر المحلات والبازارات اللي ممكن تكون بتعمل في النوادي المختلفه والتجمعات برضو. يعني مثلا ممكن تلاقي في منطقه معينه جروب من الشباب بيبقوا عارفين ازاي يجيبوا اللبس من الاماكن بتاعته المخصصه اللي ممكن يبيعوها، فبيكونوا كمان الاسعار بتكون رخيصه جدا جدا، وحاجات زي ما الشيف كان بيقول بتبقى فيها حاجات قيمه جدا جدا. وكمان عارف يا شيف برضو كنا زمان كده في عاده ان لو في طفل جديد او مولود في العيله فبيبقى في المولود اللي قبله خلاص اللي كبر عليه الحاجه فبياخد لبسه، بياخد الحاجات اللي كان بدل ما الاسره تبقى عليها عبء مثلا ان لازم نجيب بقى لبس جديد وبافيتات وحاجات. قول انت بتشتكي ها؟ لا انت مش عشان اسجل هكتب. والله بص يا خطيب، يعني انت زي فعلا ما بتقول، يمكن احنا الموضوع ده متوارث عندنا في معظم العائلات ان احنا عندنا اللي هو ايه مثلا ولدين مثلا وبنت لبس ابن خالتك لا ممكن لبس، يعني مش هنتكلم على لبس القرايب، لا نتكلم في الاخوات مثلا يعني الاخوات اللي هو مثلا اخوك الكبير دي خلاص صغرت عليه او لبسها شويه انت ممكن بعد كده تلبسها. ونفس الكلام برضو احنا ممكن من واحنا صغيرين تدي مثلا وبتكبر تلاقي نفسك لو ايه ده انا عايز الجزمه دي جديده شكلها نظيف علشان اروح واجي واخرج او اي حاجه، ابتدى تهدم شويه تلاقي نفسك تستخدمها استخدام اخر، دي بقت بتاعت الكوره بعد ما مثلا بتاعت الكوره لا دي بقت بتاعت المشاوير مثلا، نزل السوبر ماركت تحت البيت محدش هيشوفني قوي، وهتتشاف من اهم الناس بتحصل معايا، بتتشاف من اهم الناس في الوقت غير مناسب في اللبس. عارف اشوف انا عندي مشكله، انا مش شايفها مشكله ان انا بنزل بالشبشب والكروكس في كل حته، لا ده عادي في كل حته رايح ميتنج بقى رايح في اي حته الشبشب موجود، يعني حتى يعني في اي حته والله يا كريم اي حته بنزل كده تبقى استاذ خطيب. يعني انا بص هحضرني موقف سريع ونرجع للموضوع عشان كنا انا ببقى لابس البدله وبسايب الكروكس عشان مش هسوق بالجزمه الكلاسيك تمام، ودايما الافراح اللي بتجيلي بيبقى عكسي دايما، يعني لازم اسافر لها تمام. اخر مره دخلت الفرح بالكروكس وانا عمال اقول انا واقف مرتاح ليه واقف مرتاح ليه، بص كده بالصدفه لقيت الكروكس انسحبت بكل شياكه ورجعنا تاني نلبس الشوز والحمد لله عدت عليك. انا بقى لو منك ما منسحبش، انا خلاص انا اساسا واخد قرار ان انا هحضر الفرح، ما كانت مرحله التصوير جايه كانتش عايز. خلينا نرجع يعني لموضوعنا اكتر يا جماعه، فيمكن يكون يعني اعاده التدوير، او يمكن احنا زي ما بنشوف كده ان احنا كلنا كانت دايما الامهات والجدود دايما كان عندهم دايما وجهه نظر ان هو لا دي خليها دي هتنفع، مثلا صغرت على اخوه طب ممكن اخوه الصغير ياخدها. وفي نفس الوقت برضو ممكن دلوقتي دي بتعمل مشاكل شويه بين الاخوات ان هم بتلاقيهم مثلا بيجيبوا حاجه واحده بيلبسوها مع بعض ويقعدوا يتخانقوا. الكارثه دي دي بتبقى كارثه شويه عشان موضوع الصور، يمكن يعني مع التكنولوجيا والسوشيال ميديا والحاجات برضو بصص ان انا ما ببصش على ده، انا ببصش على الصور، انا ما خلاص انا مش هيهمني مين اللي هيصور. انا بقول لك لا دي المشاكل اللي احنا بنسمعها دايما مش انا اللي باصص على ايوه انا فاكرك انت اللي باصص يعني. لا 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 انا طيب. الحمد لله انا ما فيش حد عشان انا بقى الزاويه اللي انا باصص منها زاويه ثانيه خالص، ان انا مش عايز حد يلبس اللبس بتاعي واخد بالك، يعني بحب ده لبسي فانا بحب لبسي لحد ما يقدم، يعني لحد بقى ما انت بتقول خلاص قدم مش هقدر البسه تاني عشان ممكن جبت لبس جديد او الكلام ده كله. لكن
في ظل هذه الظروف الراهنه الاقتصاديه العالميه اللي احنا العالم كله بيمر بيها، اكيد موضوع اعاده التدوير بتاعت اللبس عموما هيبقى برضو ايجابي جدا، لان خلاص احنا مش هنعرف بعد كده نتحمل تكاليف ان احنا لازم نشتري لبس جديد. لازم خلاص، طب ما انا عندي بدله او عندي لبس معين لمناسبات معينه، فليه صح. كل مره وما بيتلبسش كتير؟ احنا بنتحسد على موضوع البدل ده. والله يعني مفيش يا جماعه اي بنت تلاقي ما بتحسدش الوقت، اقول لك هي بدله سوداء. أيوه. هي بدله كحلي بتغير الشميز من تحت. خلص الموضوع. ما يعرفونيش دول، ما يعرفونيش طبعا. انت طعم البدل ايه؟ طعم بدل راس مالي، راس مالي هو اللبس. ايوه بالظبط. ده بحكم شغلنا طبعا، ده بيبقى قصه تانية. بس عارف دايما نلاقي حته البدل، يعني احنا سبحان الله حس ان عندنا برضو حته ميزه، يعني خلينا نقول ان دي ميزه شويه، وربنا يكون في عون البنات، ان يقول لك لا الدرس ده انا لبسته في الفرح ده، فاكيد الفرح اللي جاي مش هقدر اروح ليه. لكن البدله السوداء هي ماشيه في كل حاجه، تحتيها مره شميز جراي، مره ابيض، مره كحلي، وكل مره خلاص طالما وديتها للمغسله جديده زي الفل، جديده وزي الفل. ومش كل مره هتوديها برضو يعني ساعات. مش كل مره لا بتروح منفض التراب ده كده ولابس البدله. التراب ليه؟ ما يبقى لها كتير يا ابني، مالها كتير متعلقه. بس تعرف برغم كده انا برضو بلزق، يعني الواحد ممكن يكون عنده الحمد لله، الحمد لله بفضل الله لبس كتير، لكن ما اعرفش ليه بلزق في الشوز الواحده، او بلزق في البنطلون الواحد. دي راحه نفسيه. برتاح كده ان انا او استسهال. استسهال لا، انا بتحصل معايا ساعات، بس بتبقى راحه نفسيه، يعني يمكن علشان الواحد بيقعد كتير في الشارع، فبيحس ان هو بميال اكتر للحاجه اللي هي المريحه، او حاسس ان هي مظبوطه عليه، او تقدر ان هي تاخد وتدي معاه طول اليوم. طيب يا جماعه، احنا يعني زي ما احنا بنقول لكم، ونرجع لموضوعنا تاني، ان كان موضوع اللبس ده اهم حاجه فعلا، ان انتوا تحاولوا تشاركوا بعض. يمكن احنا زمان من واحنا صغيرين مكناش عندنا ثقافه ان احنا بنشتري لبس كتير، او تحس ان هي مثلا كل فين وفين لما حد بيسافر. هو كان في العيد بيسافر. في العيد يمكن ان هو ده كان، والعيد الصغير كان بيبقى اكتر. فمش عارف بقى، يعني شوف الموضوع ده مع بعض. خلينا طيب ناخد ملك معانا على التليفون. ازيك يا ملوكه؟ ازيك؟ عامل ايه؟ والله الحمد لله في نعمه، الحمد لله رب دايما.